بسم الله الرحمن الرحيم. دائما صحيح سلسلة تمارين درس التيار الكهربائي من مقرر الفيزياء للجيل المشترك العلمي. وصلنا الآن لتمارين ثلاثة من السلسلة المتعددة. كتقول يمر في موسم فلزي تيار كهربائي مستمر خلال 10^-3 ثانية، فيجتاز مليار إلكترون المقطع S لهذا الموصل خلال كل ثانية. نعطيكم واحد ستيك وأعطاكم من حد الإلكترونات هكا. أولا عين منحة سيار كهربائي. أولا منحة سيار كهربائي باش نفضل بين التيار الكهربائي. شنو في الأصل؟ هو حركة لحملات الشحن. قلنا حملات الشحن عندنا جوج ديال الأنواع. عندنا الأيونات تتحرك في المحاليل الإلكترونيتية، وقلنا الإلكترون تتحرك في الفلزات. وشفنا بأن المنحة ديال حركة حملات الشحن كتعلق بالشحنة ديالها. قلنا بأن حملات الشحن الموجبة يعني الكاتيونات كتمشي في نفس منحة التيار، منحة اصطلاحية التيار الكهربائي، في نفس منحة التيار الكهربائي. وبالنسبة لعند حملات الشحن السالبة اللي هي الإلكترونات والأنيونات، هادو كيتحركوا عكس منحة اصطلاحية التيار الكهربائي. إذا هنا ما نعنيش الإلكترونات عارف المنحة ديال الحركة ديالها نحو اليمين، إذا الإلكترونات اللي هي حملات الشحن السالبة تتحرك نحو اليمين، هذا كان يعني بأنها التيار الكهربائي يتحرك من اليمين نحو اليسار. نقول هنا بما أن منحة التيار الكهربائي يكون عكس منحة حملة الشحن السالبة، بالنسبة لنا هذه الحالة هي الإلكترونات، وفي المحاليل هي الأنيونات، فإن التيار الكهربائي يمر في الموصل من اليمين إلى اليسار. لما نحط سير الكهربائي هكا. السؤال الثاني قالك احسب شدة التيار الكهربائي. ثانيا حساب شدة التيار الكهربائي. دخلنا شدة التيار الكهربائي شنو هي؟ هي كمية الكهرباء اللي كتعبر واحد المقطع من الدارة على المدة اللي كتسرقها دموعه. إذا إي كتسمى كمية الكهرباء اللي سرقت واحد المقطع ديال الدارة على المدة ديال الطرد. إذا حنا شنو قالوا لنا هنا؟ قالك يمر في موسم فلزي تيار كهربائي مستمر خلاله 10^-3 ثواني. إذا المدة هي 10^-3 ثواني، فيجتاز مليار إلكترون المقطع S. إذا كمية الكهرباء هي القيمة المطلقة الشحنة اللي مرات. إذا بأن هنا حركة حملات الشحن هذه سالبة، إذا غندير القيمة المطلقة. إذا المليار هي 100^-3 ولا 10^ 100 مليار هي 100^10. الشحنة ديال الإلكترون واحد هي -1.6×10^19. إذا غديرو إذا هاد الناقص كتمشي مع هاد القيمة المطلقة، غادي نفكر في القاعدة ديالكم غتلقاو بأن هي غتخرج هي 1.6×10^10 أمبير. إذا إي كتساوي 1.6×10^10. إذا ما تنساوش بأن واخا عندنا هنا الناقص لداخل، هاد القيمة المطلقة غادي تزول. إذا الجزء الثاني من التمرين قد تتكون دارة كهربائية من الأجهزة التالية مركبة على التوالي: عمود، مصباح، ومحرك، وقاطع تيار. أولا أجهزة تبيانات التركيب. إذا تبيانات التركيب، إذا قلنا شنو عندنا؟ عمود هو هذا، عندنا مصباح هو هذا، عندنا محرك إذا كنديرو دائرة في وسطها إم، وعندنا قاطع تيار دابا، وهادو كلهم مركبين على التوالي. إذا غادي نديرو هادي هي الدارة ديالنا، قاطع تيار سميوه ك، المصباح سميوه إل، هذا إم وهذا محرك مولد سميوه جي. السؤال الثاني قال كمية الكهرباء المنقولة عندما يمر التيار الكهربائي في هذه الدارة لمدة 15 دقيقة هي 2700 كولوم. إذا عطاونا الكمية الكهرباء اللي كتنتقل خلال واحد المدة، احسب شدة التيار نفس العلاقة باش خدمنا قبيلة. إذا ثانيا حساب إي، كنلاحظو هنا بأن ما عطاونيش الشحن، عطاوني مباشرة كمية الكهرباء. إذا نطبق العلاقة ديالي اللي كتقول بأن إي هي كمية الكهرباء المنقولة على المدة ديال الطرد. إذا كمية الكهرباء هنا هي 2700 كولوم، المدة ديال الطرد هي 15 دقيقة، نحولوها للثانية نضربو في 60، من دقيقة للثانية كنضربو في 60. إذا تلقاو بأن شدة التيار إي هي 3
أمبير. سؤال ثلاثة، قال كمية الكهرباء المنقولة عندما يمر التيار في هذه الدارة لمدة 45 دقيقة هي 3 أمبير ساعة، محسوب الشدائي لهذا التيار. إذا أعطونا كمية الكهرباء ولكن بالأمبير ساعة، إذا حساب إي بريم، إذا إي بريم كتساوينا كيو بريم على دلتا تي. إذا هنا عندنا جوج حوايج، إذا كيو بريم عطاوها لنا بالأمبير ساعة، إذا هي 3، هذه الأمبير ساعة، يا إما نحولها للكولوم، لأن شفنا في الدرس بأن 1 أمبير ساعة هي 3600 كولوم، يا إما نضرب عليها في 3600 وناخد دلتا تي بالثانية، يا إما هذه راه بالأمبير ساعة، ناخد دلتا تي بالساعة، وهكذا تختزل الساعة مع الساعة وتبقى لي بالأمبير. إذا ناخد أنا دلتا تي، إذا هذه قلنا أنها بالأمبير ساعة، أنا ناخد هذه بالساعة. غتختزل الساعة مع الساعة يبقى لي هذه بالأمبير، إذا الطريقة نقدر نسميها مثلا طريقة واحد هكا. إذا هي 3 على دلتا تي، قلنا شحال هي دلتا تي؟ المدة 45 دقيقة، إذا 45 دقيقة نقسمها على إيش؟ نقسمها على 60، إذا الدقيقة باش تربط على الساعة تقسم على 60، إذا تجيك إي بريم هي 4 أمبير. الطريقة الثانية قلنا تقول بأن إي بريم كتساوي لنا 3 أضرب 3600 باش تحولها من أمبير ساعة للكولوم، ومن بعد كتقسم على المدة ديال التطبيق وخصها تكون بالثانية 45 في 60، إذا غتعطيكم نفس القيمة اللي هي 4 أمبير. إذا عقلوا على هاد الأمبير ساعة لأنه هو وحدة ديال كمية الكهرباء، القيمة ديالو 1 أمبير ساعة هي 3600 كولوم.